بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. تحيه وتقدير لعيبه الهلال السعودي، تحيه وتقدير لكل الجمهور اللي كان عارف ان المباراه مش هتكون سهله جدا على تشيلسي، لانه متابع مستويات تشيلسي الاخيره في الدوري الانجليزي عامله ازاي، ومستويات تشيلسي في كاس الاتحاد كان عامله ازاي. فبالنسبه ان تشيلسي هيجي يكسب الهلال السعودي سكور، الموضوع كان مستبعد جدا اساسا، غير ان الشهاده لله لعيبه الهلال السعودي عمل مباراه مميزه جدا جدا جدا. في حين ان تشيلسي الناحيه الثانيه كان مقرر ان هو يدي ثقه للوكاكو وندي ثقه لكاي هافرتز من البدايه ونرجع نلعب ب 3 4 2 1 تاني، اللي هو ليه نلعب ب 3 4 2 1 تاني؟ الونسو رجع. طب ما الونسو كان موجود ماتش بلاي موس ومع ذلك ما بداتش بيه اساسي، هنرجع نلعب ب 3 تحت تاني. طب تمام، نلعب ب 3 تحت تاني، عايز تلعب بكريستيانسن وعايز تلعب بتياجو وعايز تلعب بروديجر مفيش اي مشكله، عايز ترجع جورجينيو وتحطه جنب كوفا مفيش اي مانع خالص، طول ما انت رامي التقل كله على ماركوس الونسو ناحيه الشمال، ومفترض ان اسبليكويتا هيساند حكيم زياش اللي هيشيل الناحيه دي هجوميه لوحده، لان اسبي ما بيعملش واجبات هجوميه كتير. طب كاي هافرتز بقى ايه موقعه من الاعراب؟ كاي هافرتز مفترض انه قدام ماركوس الونسو وبنحوله مهاجم وهمي، هو بسم الله ما شاء الله النهارده في الملعب كان وهمي حرفيا، ولوكاكو اللي احنا مستثمرين فيه الماتش النهارده نلعب له عرضيات كتير من الشمال، عرضيات كتير من اليمين، مفيش. مش ده لوكاكو يا باشا بتاع الانتر، ده لوكاكو مخشوش خالص، اللي هو ده مش لوكاكو خالص بتاع الانتر. لوكاكو سجل هدف في عز ما الهلال السعودي ما كان مقلل من اسم تشيلسي، في عز ما الهلال ما كان لسه ما دخلش المباراه لانه شايف قدامه بطل اوروبا، في عز ما جاردين مقلق جدا من تشيلسي، خلاص كل حاجه اتفكت بعد الهدف الاول. الهدف الاول لتشيلسي اللي كان مفترض ان جارديم هيكمل براس طريقه دفاعيه، ولا جارديم هيدي الحريه للاعيبه الهلال السعودي ان هم في الملعب يقدروا يرجعوا قدام تشيلسي. وكانت المفاجاه في الشوط الثاني لما جارديم قرر ان الهلال السعودي يطلع يهاجم، باننا فريق بطل اسيا ما ينفعش ان احنا نسيب الكوره المباراه كلها لتشيلسي واحنا هنطلع نهاجم، وده كان قرار مثالي من جارديم، ده القرار الوحيد اللي جارديم قرره صح النهارده، ان انا مش هفضل ادافع كتير قدام تشيلسي، في حين ان تشيلسي الناحيه الثانيه قرر ان هو يدافع. بجد يعني جارديم قرر ان هو هينزل يهاجم، وتشيلسي الناحيه الثانيه قرر ان انا عايز ادافع، ما عنديش اي مشكله ان انا ادافع، انا سجلت الهدف الاول ادافع عادي، هطلع جورجينيو وانزل مكانه ونقوله كانتي. تمام يا باشا هتدافع ليه؟ ما بحبش انا موضوع الاثنين ده، كلام فاضي بتاع ان انا اكسب سكور والكلام الفاضي ده، غير ان انا قدامي فرقه زي الهلال للامانه بدايه من عبد الله المعيوف حارس المرمى للبليهي لجانج لدوسا لبريك وياسر الشهراني وجوستافو قدموا مباراه مميزه جدا جدا جدا. ماتياس بريرا لاعب وست هام السابق عمل مباراه وست بروميتش اسف السابق عمل مباراه جميله جدا جدا جدا. محمد كانو عمل مباراه عظيمه والتصويبه بتاعته كنت بتمنى ان هي تيجي جون، بس الامانه كان بطلعها بامتياز للامانه برضه. زي ما طلع كوره موسى اللي هي كانت انفراده كانت سهله جدا، وكان بريرا عطال بيقول له سجل، بس للاسف كيبا طلع المتالق اللي هو كيبا جاي يتالق قدام الهلال السعودي، اللي هو ايه ما تعدي يا ابني انت كده كده هترجع دكه، يعني عايزين نشوف الهلال بيسجل وعايزين نشوف الهلال بيرجع، عشان الهلال الامانه كان يستحق ان هو يسجل وكان يستحق ان هو يرجع في الجيم. سالم الدوسري برده عمل مباراه مميزه جدا، وطبعا اودين جاله ما عملش مباراه واو لان ما جاتلوش كور كتيره، بس للامانه برده جارديم اتاخر في التغييرات قوي، يعني جارديم لما قرر يغير في الدقيقه 82 قرر ان هو محتاج ينزل كاريليو مكان سالم الدوسري وميشيل مكان ماتياس بريرا، وكانت تغييراته متاخره قوي، اللي هو 82 ليه؟ يعني انت ماسك الشوط الثاني كله من البدايه، فمفترض اللي هو حبيبي نمسك المباراه من الشوط الثاني ننزل بقى تغييرات هجوميه، اللي هو خلاص بقى انا ههاجم يعني ههاجم، انما ههاجم واتاخر قوي في التغييرات دي، صراحه كانت غريبه جدا من جارديم. الناحيه الثانيه يعني مساعد توماس توخيل بناء على تعليمات توماس توخيل غير نقوله كانتي مكان جورجينيو، وبعد كده مطلع حكيم زياش ونزل مكانه موسم مونت اللي جاي يتخانق، وفي النهايه راح منزل مالانج صار مكان ماركوس الونسو، نلمها بقى ونرجع نلعب اربعه تاني، اللي هو بس ما شاء الله يعني حرفيا توماس توخيل جت عليه لحظات اللي هو ما قلق ان الهلال السعودي يتعادل معاك، ودي حاجه بالنسبه لنا تاني 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 تحيه وتقدير لعيبه الهلال السعودي. في فرق امكانيات عالي جدا، في فوارق يعني فرديه عاليه قوي، بس مع ذلك لعيبه الهلال السعودي كانوا رجاله جدا، ولعيبه الهلال السعودي كانوا رجاله وكانوا بيهاجموا، اللي هو في رجاله بتدافع بس، ان هو الهلال السعودي قرر ان هو هنطلع نهاجم، وبصراحه الهلال عمل مباراه الشوط الثاني غير ان هي الشوط الثاني كاهلاوي بصراحه قلقتني، لان ماتش الهلال والاهلي مش هيكون سهل جدا، بس احنا واحنا بنتكلم على تشيلسي النهارده فعايز اديك تحيه ثالث ورابع وخامس انك ما خفتش من اسم تشيلسي وقررت انك تطلع تهاجمه وما عندكش اي مشكله ولا اي مانع يجي لك مرتدات، يجي عليك مرتدات.
تحيه لجوستافو وتحيه لبريرا تاني ان هم عملوا مباراه مميزه جدا جدا الشوط التاني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فعزيزي هي كره القدم مش دايما بتكون عادله. من عادل كره القدم ان الهلال السعودي كان يتعادل ونروح لاكسترا تايم او ضربات جزاء، بس كره القدم مش دايما بتكون عادله، كانت عادله معانا احنا بس بنت الجزمه، هنعملها ايه بقى عزيزي؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فبراحتك رايك.